إذن للحديث أكثر عن جلسة مجلس النواب اليوم ينضم إلينا مراسلنا من داخل البرلمان محمد فراس. مرحبا بك محمد. نعم، حياكم الله. أولى جلسات مجلس النواب بفصله التشريعي الممدد خلال الفترة الممددة ضمن رئاسته الجديدة بعد انتخاب الرئيس محمود المشهداني. جلسة نيابية كما اعتاد مجلس النواب في سابقاته أن يؤجل إلى نصف ساعة، لكن المفارقة هنا أن الجلسة حددت في تمام الساعة 11، بينما كانت طيلة السنين الماضية والفصول التشريعية الماضية تحدد الساعة 1 ومن ثم تعقد بالرابعة أو الثالثة أو الخامسة مساء. على العكس، الرئاسة الجديدة لمجلس النواب بدأت تحدد الجلسات منذ الصباح، وعلى أمل أن يلتئم النصاب بوقت مبكر حتى يتسنى للمجلس أخذ وقت أكبر للنقاش والدخول في خضم الجلسات وإدارتها. نتحدث عن جدول الأعمال خلا من القوانين الخلافية، لكنه يضم قانونا أو تعديدا مهما يتعلق بالموازنة الاتحادية. الموازنة إذن من جديد هي ضمن طاولة أو على طاولة التعديل في مجلس النواب، والمتعلقة بما يخص نفط الإقليم وتصدير نفط الإقليم. وحديث النواب كان أن الأسعار كانت موحدة، أسعار الإنتاج والتصدير، كما هي في المحافظات الجنوبية ينطبق عليها في المحافظات الشمالية، وهذا بحسب إشارة عدد من أعضاء مجلس النواب بأنه مختلف تماما عن ما هي في المحافظات الجنوبية نتيجة التضاريس واختلاف الإنتاج واختلاف التصنيع وما إلى ذلك، الاستخراج والإنتاج. بالتالي التعديل سيكون بإضافة لجنة استشارية، جهة استشارية، لجنة استشارية في الإقليم تحدد بالتمام وبالتحديد كلفة الإنتاج وكلفة التصدير وتفعيل أيضا منفذ جيهان. بالتالي من الممكن أن يكون له انعكاسات إيجابية على ميزانية الدولة، وينعكس بالإيجاب على مردودات الدولة المالية، سيما أن الخزينة الاتحادية تعتمد بنسبة ما يزيد عن 90% على النفط وما تصدره كما يتحدث نواب. بالعودة إلى جدول أعمال جلسة هذا اليوم، فهي تحوي على 6 مواد قانونية. الأولى هي تصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة العراق وحكومة روسيا، والقراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا مركز اللقاء وضحايا حادثة الحمدانية المعنية بها لجنة الشهداء، والقراءة الأولى لمشروع قانون الخامس تعديل قانون الطيران المدني، والقراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول قانون الموازنة العامة، وتقرير مناقشة القراءة الثانية مشروع قانون التعديل الأول لقانون الدفاع المدني. إذن جدول الأعمال لا يخلو من الأهمية، أما بالإضافة للقوانين الخلافية والتي تعتبر من أهمها قانون العفو العام، والأحوال أجلت لربما إلى الأسبوع القادم، لم يتبقى الكثير من عمر الفصل التشريعي الممدد، لكن الأمل يعلق على ما بقى من أيام. مراسل التغيير من داخل البرلمان، شكرا جزيلا لك.